له شاشة تشبه شاشة التلفزيون، وله لوحة أزرار تشبه أزرار الآلة الكاتبة. الآن صار ذلك ممكنا مع كمبيوتر MSX. للمسة واحدة تحوله من انجليزي الى عربي. جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام فاز بها هذا العام الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الشارخ الكويتي الجنسية، رئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحواسيب.